المهم انت ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ في ايه؟ في الفرن. لا ده انا عندي لكم مفاجأة بقى هتفرحكم قوي. ايه هي؟ يعني انا لو قلتها لك هتبقى مفاجأة يا فلحة. هي بس تتم ان شاء الله وانا هقول لكم عليها. او هكون ناوي ابيع الفرن. معقول يا فؤاد؟ انا بس ربنا يقدرني وانا اخلي اسم المعلم عدوي ده مرفوع دايما على المحل بتاعه. يا اختي ربنا يقدرك كده والنبي اصيله يا بنت. طب استاذن انا بقى. خدني معاك يا فؤاد. في ايه؟ ما تقعدوا، مالكم مستعجلين ليه؟ لا يا اختي عشان يا دوب ترتاحي اهو تنامي. ده انت اول يوم النهارده هتنامي وانت مطمنه. عندك حق يا سناء، ده الواحد كان عايش اليومين اللي فاتوا دول في قلق جامد قوي. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. على خير. وانت من عارف. ايه يوسف، معلش كنسلت عليك، اصل سناء وفؤاد كانوا عندي. لا اطمن، فؤاد خلاص شالني من دماغه. بس هو مستغرب قوي ازاي البوليس عارف يوصل للعيال اللي حرقوا الفرن. محدش عارف، محدش عارف الصوره اللي انت صورتها لهم مع همام وفاضل. انت زمان كيدهم هتتنقط. لا ولسه الضربه الجايه دي بقى اللي هتخليها تلف حوالين نفسها. شوف يا كيداهم، انا من رايي بقى تخش تصلي ركعتين شكر لله ان قرايب عدوي ما جابوش سيرتك في القضيه. الف وحمد وشكر ليك يا رب. وهجيبوا سيرتي في القضيه ليه؟ ماسكين عليا زله ولا ماسكين عليا زله؟ لا بس كان ممكن يقولوا ان انت اللي وزتيهم. وزتهم ليه يا اخوي؟ كنت هورس معاه ولا كنت هورس معاه؟ انا ايه دخلني؟ سيبك من الكلام الفاضي ده وتعالى نتكلم في الجد شويه. خير، خير تاني ان شاء الله. ارجع لورا كده. ايه يا راجل؟ مش بتقولي لي ارجع؟ انا بقول لك ارجع بجسمك، بقول لك ارجع بمخك. الله، انت فاكر لما كلمتيني عن بيع الفرن بتاع المعلم عدوي؟ ايوه فاكر. قلت لك ايه ساعتها؟ قلت لي ايه؟ قلت لك اتقل، اتقل على الفرن لما يستوي، وهو استوى وطلب الاكل دلوقتي. ما انا ما كنتش فاكر ان هتقل لغايه الفرن ما يولع وتطلع فيه حريقه. بس انت محسستني كاني حريق القاهره. مهم، البنت اللي ما تسمى اللي اسمها صافية اهي دلوقتي هتفكر 100% تبيع الفرن، واللي كانوا هيشتروه قبل ما يتحرق اهو دلوقتي طفشوا. والميدان فضلنا نخش هنا بقى بتقلنا ونتكتك على راحتنا. وفكرك يعني انها مش شاكه ان احنا اللي ورا الحريقه دي؟ يا راجل حريقه ايه بس؟ ما اللي حرقوا الفرن خلاص اتمسكوا، واحنا بره الليل، احنا ايه دخلنا في الحريقه بس؟ طب ايه رايك بقى ان صافيه لو حبت تبيع الفرن مش هتبيعه لنا احنا بالذات؟ بالعكس، ده هو ده الوقت المناسب اللي هي هتبيعه لنا فيه. دلوقتي مدبوحه يا حبيبي وبتفرفر. فرفر ايه بس يا كيداهم؟ يا اخويا زي ما بيقولوا على راي المثل، قال ما بقاش في الخص ريش غير المقصص الضعيف. الحقيقة ما شاء الله حظك حلو قوي يا أنسة صافية، فرقت معاك أيام قليلة. الحمد لله، ولو إني يعني هخسر الشركة بتاعتكم، بس هنعمل إيه؟ ما باليد حيلة. لا لا لا، إحنا عمرنا ما نفكر بالطريقة دي. التزامنا مع عملائنا أكبر دعاية لينا، وبعدين إن شاء الله هنعمل لك بروشة جديدة أول ما الفرن يتصلح. ربنا يخليك يا رب. بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، هو أنا يعني ممكن النهاردة أصرف الفلوس؟ طبعاً هتصرف الفلوس بالكامل، لأن الخبير قدر التلفيات تتلوز، يعني خسارة كاملة. خسارة كاملة؟ يا ما أنت كريم يا رب، أنا متشكرة قوي يا أستاذ، كتر ألف خيرك. لا لا العفو، ده شغلي، وبعدين إن شاء الله ما يحصلش حاجة وحشة تاني. لا يا رب يحصل، مش مشكلة، هجيلك. أنا وراي حاجة وربنا يزيدكم. يا
قالوا لي يا ابو البنات يا المخفيه صافيه دي، انا هو تعمل ايه في المحل؟ عارفه كيداهم. صباح الخير. قول لي هلا، هي اللي اسمها صافيه دي بتعمل ايه بالظبط؟ اسكت يا معلمي، البنت دي طلعت داهيه بصحيح. داهيه لما تبقى تاخده، ده انت اللي داهيه مسيح. داهيه يعني ايه يا واد؟ يا مخفي الاسم والصوت والصوره انت. اسكت يا معلمه، البنت طلعت مأمنه على الفرن، وشركه التامين هتصلح لها الفرن وترجعه زي الفل من غير البنت ما تدفع ولا مليم. ولا مليم وتامين؟ ده انا اقطع دراعي من اللغلغه من هنا. ان ما كانت البنت دي مسنوده على اتنين رجاله من الكبراء قوي، هما اللي بيخططوا لها تعمل ايه وما تعملش ايه. كبراء ولا صغراء يا كيداهم، البنت هي اللي مخها كبير. يعني ايه مش ناوي تبيع الفرن ولا ايه؟ اكيد الافنديه اللي كانوا قدام المحل دول بتوع شركه التامين. وش عرف صافيه ان الفرن هيتحرق؟ طب بالاذن انا يا معلمين، عشان ورايا مصلحه كده. بالسلامه يا اخوي. كان قلبي بيقول لي ان في خاين، ودلوقتي اكد لي ان في خاين في وسطين. ايه بس اللي خلاكي تقولي كده يا كيداه؟ الله، البت دي طب عرفت منين ان الفرن هيتحرق؟ ايه بتنجم ولا بتشوف الطالع؟ لا بتنجم ولا بتشوف الطالع، البت اكيد خافت من ولاد اخو عدوي. قامت ايه؟ أمنت على الفرن. الفار لعب في عبها يا اخويا. بلا فار بلا قطه، ده انا احطها في مصاده مش هتطلع منها. ماشي يا صافي، ان ما وريتك ورحمه امي ما هسيبك، وبكره تشوفي المعلمه كيداهم هتعمل فيكي ايه. والله شكلها لعبت معاكي جامد قوي يا سونسون. يا اخويا، ما هو قرك ده اللي جابني ورا. يا دوب صافيه زودت لي فلوسي الطقطقين والفرن ولع. ما الفرن هيتصلح اهو، كله هيبقى تمام. وقت العابي بالفلوس لعب يا بنت. ضربه في لسانك يا بعيد. ليه هم قالوا لك ان انا هشتغل حراميه ولا ايه؟ وبعدين انت مالك ومال الفلوس؟ الله، ما هو فلوسي على فلوسك عشان نعرف نتجوز، ولا انت مش عايزانا نتجوز في سنتنا دي؟ ماشي يا شحته، خلينا وراك كداب لحد باب الدار، بس ياكش المره دي كمان بعد ده كله تطلع لي بحجه جديده. حجه ايه يا بنت؟ انا الود ود اتجوزك النهارده قبل بكره، ولا انت عندك شك في كده؟ بس انت عارفه اللي فيها بقى. عارفة وعارفة قوي كمان. هو انت بتقول غيرها؟ العين بصيرة والايد قصيرة. استنى، خش برجلك اليمين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. يا اختي ربنا يزيدك من خيره يا رب. ايه ده كله. يا سلام يا صافية على الشقة دي، حلوة قوي. عجبتك يا سلام؟ ايه اللي عجبتك؟ عجبتني. يا اختي الهي ربنا يزيدك من خيره كمان وكمان. بس بقولك ايه، اللبس اللي انت لابساه ده ما ينفعش مع الشقه دي. ليه بتقولي كده؟ قصدك ايه؟ ما دام هتقعدي في العماره دي يا اختي، بصراحه كده لازم تغيري لبسك ده عشان الناس ما تاخدش منك جنب. هو ايه ده يا اختي؟ انا شكلي انا زي الفل اهو يا برتا. لا بقولك ايه يا صافي، انزلي يا اختي المحلات اللي هنا في المهندسين، هاتي لي كده كام طقم عشان تبقى عليك القيمه في وسط الناس اللي ساكنه هنا، دول ناس وبها. تصدق يا بنت عندك حق. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ انا في البيت، انت فين؟ ليه في البيت؟ بعتكش شغل ولا ايه؟ احمد اديني دقيقتين بس وهرجع اكلمك، اوكي؟ باي. ثانية واحدة. Thank you.
ايوه يا احمد. لا ابدا، ده كان البواب جايب جرايب بكره كنت باخدها منه. هي بقى كنا بنقول ايه؟ عارفه كيدهم ايه يا حبيبي؟ عارفه مين اللي ممكن يخلص لنا موضوع المخزن بتاع المعلم عاده والله يرحمه بالبت صافيه؟ مين يا ابو البنات؟ الواد فؤاد زعتر. فؤاد زعتر؟ اشمعنى يعني فؤاد زعتر؟ عشان كان دراع المعلم عاده واليمين، والبت صافيه بتثق فيه. صافيه بتثق فيه؟ وانت شرفك يا راجل. شرفني ده ايه؟ احساسي بيقول لي كده. يعني لو قدرنا نشتري الواد ده هيقدر يقول لنا المخزن ده ملغم بضاعة ولا لا، وكمان هيقدر يدخل المخزن ويخرج ويقول لنا المخزن فيه بضاعة دي. يا روح قلبي يا عينيا. لا لا لا، ايه اللي جرالك يا راجل؟ ايه اللي جرالك ده؟ ايه جرالي ايه؟ بقيت بتفهم. صحيح، بس دي مش حوايدك. الو، ايوه مين؟ اهلا، ازيك يا معلم حنفي؟ النهارده فين؟ طب ما اجيلك على الفرن احسن بدل البهدله دي يا معلم. طيب خلاص، حاضر، ماشي يا معلم، اؤمر. يا الف اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا معلمه. ويخليك، ده الفيلا نورت النهارده. ربنا يعزك ويكرم اصلك يا رب. خير يا معلمه؟ خير ان شاء الله. الله، ما ترسيه يا معلم، رسيه على الدور. هرسيك مخزن المعلم عادل. ماله لا مؤاخذه، وانت دخلته بعد ما توفى؟ طبعا، امال يعني بنخزن دي بتاعنا فين؟ بقول لك يا فؤاد، انا هجيب لك من الاخر كده، احنا مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا ما يهمناش دي، ما دي مخزن عندنا قد كده وقرب يسوس، احنا يهمنا البضاعه اللي جوه، يعني الصنف زي ما انت فاهم. ده مش تقوله كده من الاول؟ هو كده بالظبط. فعلا يا معلم، المخزن ملغم حشيش. الله اكبر، خمسه وخميسه عليك وعلينا. الله اكبر. ايوه الله اكبر. بقول لك ايه، يعني لا مؤاخذه صافيه تعرف ان المخزن في البضاعه دي؟ والله انا على حد علمي انها ما تعرفش، بس الله اعلم بقى المعلم عاده والله يرحمه قال لها ايه قبل ما يموت. هيكون قال لها ايه يعني؟ مش ده المهم، المهم صافيه تعرف ان احنا بنتاجر في الصنف. برضو على حد علمي انها ما تعرفش. الحمد لله، بس بيتهيالي يعني انها لو تعرف كانت اكيد بلغت عنكم من زمان. نعم، تبلغ عنا ليه؟ واحنا كنا بنعمل ايه عشان تبلغ عنين؟ معقوله برضو بقى بعد كل اللي عملتيه معاها ده وجاي تقولي لي ليه يا معلمه؟ لا يا حبيبي، انا لسه ما عملتش حاجه. ويكون في علمك المعلمه كيدهم لما تحب تحط حد في دماغها ممكن تمسحه من على وش الارض ويسجل في سجل الوفيات. ايه قولك؟ انت هتقولي لي وانا انسى برضو اللي اتعامل مع المعلم عاده والله يرحمه. الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. عملنا ايه مع المعلم عادل؟ ده المعلمه كيدهم ربنا يديها الصحه ويكرمها، طيبه اميره، بعد ما كان شغال عندها في الفرن زمان وسرق السرقه بتاعته ومشي قالت له روح، مش سامحاك، قلبي وربي راضيين عليه. خلاص بقى يا حنفي، كان صغير وغلط. جرى يا معلم حنفي؟ الله، اذكروا محاسن موتاكم. ونام بالله يا اخويا، الله يرحمه. الله يرحمه يحسن اليه. طب انا المطلوب مني ايه دلوقتي؟ المطلوب منك انك تقنع المخفيه اللي اسمها صافيه انها تبيع لنا المخزن، واي فلوس هي عاوزاها احنا ندفعها لها تحت امرها في اي طلبات. وانت كمان مالناش بره كلام، عيني دي قبل عيني دي، هروقك اخر ترويق وحياه المعلمه كيده. مساء الخير يا ماما. يا حبيبتي. مساء الخير يا فندم. أهلاً تسنيم. إيه يا حبيبتي؟ تأخرت كده ليه النهاردة؟ أبداً يا بابا، أنا رحت مول كبير كده في مدينة نصر، اشتريت منه شوية الحاجات دي، غير إني بقى فرحانة بالعربية الجديدة وقعدت ألف بيها شوية. عن إذن حضرتك. استنى يا تسنيم. شوف يا بنتي، أنتي مدام بقى خلاص هتعيشي في مصر،
لازم تلتزمي باصولها وتقاليدها. انت تلاقيكي طبعا فاهمه ان مصر دي بلد مفتوحه. لا يا تسليم، مصر بلد ملتزمه بالاصول والتقاليد زي الخليج ويمكن اكتر. واي بنت بتتاخر بره بيتها لغايه دلوقتي الناس يا بنتي بتبص لها بصه وحشه. اما بقى بنت رؤوف شريف رجل التعليم والمبادئ لازم تبقى قدوة لكل اللي يعرفوها. حاضر يا بابا، عن إذنك. اتفضلي. طبعا، ما ده آخر دلع حضرتك فيها. بنت قدها جايب لها عربية بالشيء الفلاني ومديها فلوس معاها بالهبل. عاوزها تجيلك بدري؟ لا يا حبيبي، دي كل يوم هتجيلك متأخر. ولسه يا ما هنشوف. سهام، البنت لسه ما تعودتش على عيشة في مصر. ليه؟ هي كانت عايشة فين؟ دي عايشة في الإمارات مش في أوروبا. برضو كل بلد ليها أسلوبها في المعيشة. وبعدين تعالي هنا، انت بقالك فترة كده أسلوبك وطريقة كلامك لا تليق أبدا بأستاذة جامعية. مالك؟ في ايه؟ أهلا يا معلم، اتفضل. أهلا أهلا يا فؤاد، أخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. معلمة موجودة؟ اه موجوده جوه على مكتب. طب اقول لك ايه، انا هدخل وانت ما تجيش ورايا على طول عشان ما يتحسش ان في اتفاق بيننا. ماشي يا معلم، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم حنفي، اهلا وسهلا. اهلا يا صافي، اتفضل. ما شاء الله عيني عليك بارده. لو ايه لحقت جهزت الفرن تاني بسرعه. البركه في فؤاد وفي الرجاله، ما بيناموش ليل نهار. اتفضل استريح. بس انت عجبتيني قوي، عجبتيني قوي في حكايه التامين دي. ربنا الهمني والحمد لله. المال الحلال عمره ما يضيع ابدا يا معلم. طبعا، وانت قصدك بنت حلال وتستاهلي كل خير. ربنا يخليك. سمعت انك نقلت شقه المهندسين. ما انا ما بقاش خلاص من حقي ان انا اقعد في الشقه اللي هنا. وانت ما كانش معاكي عقد ايجار؟ وانا معقوله كنت هكتب عقد مع المعلم عدوي ده؟ الله يرحمه ويغفر له، كانت كلمته عقد. علوم، انا اللي اعرفه ان شقه المهندسين اكبر واوسع. والله يا معلم الجنه من غير ناس ما تنداس. انت لسه صغيره وحلوه والف من يتمنى تراب رجليكي. انت بس بص حواليكي هتعرفي مين اللي رايدك عشانك عشان ذاتك ومين اللي طمعان فيكي. خير يا معلم؟ انت كنت جاي عايز حاجه؟ ها؟ خير. المخزن، انا اصلي زي ما انت عارفه عندنا محلات الحلويات والمخابز والافران كتيره منتشره في البلد كلها، والمخزن بقى بتاعك ده في موقع استراتيجي يعني ممكن يفيدني في الموضوع ده. افهم من كلامك انك عاوز تشتري المخزن مش كده؟ ايوه. قلت ايه؟ والله يا معلم انا مش بفكر ابيعه في الوقت الحالي. طيب يا صافي، بس يكون في علمك انا هعرض عليك مبلغ محدش ابدا غيري هيدفعه. افكر. حليمو يا حليمو. نعم يا معلمه، اموري. ولسه معلمك مع البت دي اللي ما تسمى؟ لسه ما خرجش. الله، امال قعدته طولت كده وحباله طول؟ ماشي يا معلمه، دي برضه بيع وشراء والحاجات دي محتاجه وقت. وبعدين البت اللي عامله معلمه دي بت مش سهله برضه. ما هو ده اللي مخوفني، انها بت مش سهله وبحورها واسعه، ممكن معلمك يسقط فيها. لا ما تقلقيش، المعلم حنفي طالما حط في دماغه حاجة لازم أن يخلصها. انت بتكلمني على مين يا واد؟ المعلم حنفي طبعا. انت اللي هتقولي على المعلم حنفي؟ ما هو ده اللي انا خايفة منه، لا يعمل عاملة زي اللي عملها المرة اللي فاتت ونقع فيها ونخش في حيطة. لا ما تقلقيش يا معلمة، ان شاء الله كلامي هيطلع صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سلام يا حبيبي. سلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا راجل، سابع ولا ضابع؟ المعلم حنفي طول عمره ابو السباع. ايه وافقت؟ لسه بتفكر.
الله، لما هي بتفكر امال بتقول لي سابع يعني؟ عشان هتوافق. شرفك ان هي هتوافق. انا ليا نظره. طيب اما اشوف اخره نظرتك دي. الو، ايوه كريمه، بتقول ايه يا حبيبتي؟ في ايه يا نهار اسود ونايل؟ خيرك يا دار. بتقول لك بنتك ابتسام وقعت في القعده مش عارفين يفوقوها، اطلب لنا الدكتوره قبل ما اطلع لبنتك. حاضر. خير خير يا دكتور. انا عايزكم تطمنوا خالص يا جماعه، هو السكر كان عالي في الدم شويه، بس الدواء اللي هي خدته دلوقتي هيخليها تبقى كويسه يا رب. ايوه يا دكتور، بس بنتي بتاخد العلاج على طول ما بطلتهوش. ممكن يا مدام اشوف الدواء اللي هو الدكتور بتاعها ماشيه عليه؟ انت يا بنت الدواء بتاع اختك فين؟ هنا يا بابا على الكومود جنب ايد حضرتك. اهو دكتور اهو هو ده. لو على كل حال المجموعه دي كويسه، بس انا هزود لها دواء كمان، هتاخد منه قرصين، قرص الصبح وقرص بالليل قبل ما تنام، بدل ما كانت بتاخد قرص واحد من ده. ليه دكتور، هو الموضوع بقى خطر ولا ايه؟ يا ستي انت لحالتك خطيره ولا حاجه. انا عايز اسالك سؤال، انت بتشتغلي ولا بتدرسي؟ لا انا مخلصه بكالوريوس تجاره ومش بشتغل. يبقى عشان كده بقى. ليه عشان كده؟ ايه هما اللي بيدرسوا تجاره بيحصل لهم كده؟ هي طبعا بتاكل والقعده في البيت بتخليها ما بتحرقش سكريات. طب والحل ايه بقى يا دكتور في الموضوع ده؟ انت عارفه انت لو بتلعب رياضه احنا ممكن نستغنى عن نص كل الادويه دي كلها بالكامل مش نصها. وماله يا دكتور؟ نخليها تلعب رياضه، بس هتلعب ايه بالظبط؟ تشترك لها في جيم. لازم تروح جيم يكون فيه دكتور للاحمال البدنيه، والدكتور ده يكون بيفهم في الاكسرسايزز بتاعه مرضى السكر. الترجمه اللي بيقول ايه بالانجليزي؟ قصده صاله رياضه بيلعبوا فيها جري وايروبكس. انت بتصعبي الامور، بقولك الترجمه اللي بيقول ايه. على فكره احنا ممكن نشترك لها في نادي وتروح تلعب فيه الرياضه اللي هي عايزاها. لا نادي؟ لا يا دكتور، احنا ما عندناش بنات بتروح نوادي. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا على الجيم او الهيلث كلاب. انت مخفيه النادي الصحي. النادي الصحي يعني ايه بقى؟ انت بتصعبي الامور، بتقول يعني ايه النادي الصحي ده اللي هما بيروحوه؟ لا مؤاخذه يا دكتور، هو اللي حضرتك بتقول عليه ده يعني علاج في النادي؟ الهيلث كلاب ده يا استاذ حنفي عباره عن نادي صحي الناس بتروح تتريق تلعب فيه رياضه يعني. اها ايوه بابا، انا صاحبتي بتروح 3 ايام في الاسبوع جيم حلو قوي. المهم يكون جيم كويس ومعروف. اها ده انا ممكن اوديها في احسن مكان في مصر دي، وممكن اشتري لها الجيم ده نفسه. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا على الجيم ان شاء الله. الف سلام عليك. الله يخليك. اتفضل. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. الف سلام. الف سلام عليك يا بوسبوس. الف سلام عليك يا بسابيس، وكده تخدينا عليكي. كلنا اتخضينا على اختك. شفتوا سلامتك. سلامتك يا حبيبتي. الف سلام يا بنتي. لا يسلمك يا بابا. لا انت من بكره تروحي البتاع اللي بتنططوا فيه ده اللي بيقولوا عليه البيم ده ولا ايه؟ خد اختك معاكي. لا يا ماما انا مش عايزه العب رياضه. ده انت بالذات لازم تلعبي رياضه. بقول لك ايه، من بكره هتروحي مع اختك البتاع اللي بتقول عليه ده، فاهمه؟ مفهوم؟ طبعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خد يا رجب قفل. انا يا ريس. السلام عليكم فؤاد. ايه انت مش هتوصلني زي زمان ولا ايه؟ هوصلك ماشي، بس مش زي زمان. ماشي ومال يعني؟ ما سالتنيش المعلم حنفي كان عايز ايه وجالي النهارده. انا هسالك ليه يعني؟ انا ما اتعودتش اسال في حاجه ما تخصنيش. انت عايزه تقولي قولي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا انت بجد دمك بقى تقيل قوي. الله يسامحك. كان عايز يشتري المخزن مني. ليه يعني؟ بيقول انه محتاجه. طب وانت ناويه على ايه؟ انا بصراحه مش عايزه يبقى في بيني وبين الناس دي اي تعامل، لا من قريب ولا من بعيد. يبقى انت ما فهمتيش كلمه من الكلام اللي انا قلته لك قبل كده. كلام ايه؟ لازم تكسبي الناس دول لحد ما ترستقي نفسك في السوق. ايوه بس انا مش محتاجه ابيع المخزن دلوقتي يا فؤاد. ولا محتاجه تخليه. يعني ايه؟ مش فاهمه انت، كلامك كله الغاز. يعني المخزن ده اصلا ملوش لازمه عندنا، والدقيق احنا بنخزنه في مخزن الفرن. وعلى فكره المعلم عدوي اصلا كان ناوي يبيعه، بس الظاهر بقى انه رجع في كلامه عشان كده كتبه باسمك. يعني انت شايف ان بيع المخزن لحنفي وكيداهم؟ بس بيع غناوه. يعني ايه بيع غناوه؟ يعني اضرب السعر الطاقه 3. ايوه بس انا كده بقى بطفش. ولا بتطفشي ولا حاجه، وانا بقول لك اهو هيرضوا. لا هو انت فاكر كيداهم دي حبله؟ دي وليه ومدقرمه وقرشانه، يوم ما تفكر تشتري حاجه هتخسف بثمنها الارض. يا ستي جربي بس، ما انتيش هتخسري حاجه. انت كده كده مش عايزه تبيع المخزن، ادينا هنجرب، ويا تصيب يا تخيب.
ايوه يا احمد، ازيك؟ معلش ما عرفتش اكلمك النهارده، اختي كانت تعبانه شويه وجبنا لها الدكتور. وهي عامله ايه دلوقتي؟ لا احسن الحمد لله. طب قولي هشوفك امتى؟ مش عارفه والله. طب بقول لك ايه، انا عندي بكره تسجيل غنوه في الاستوديو، غنوه بجهزها عشان عيد الحب، ايه رايك لو تجيلي الاستوديو؟ الله يا احمد، بجد كان نفسي اشوف حاجه زي دي من زمان. خلاص يا ستي احنا فيها. اوكي، هو الاستوديو فين؟ ايوه يا فندم، اي خدمه؟ استاذ احمد خالد موجود؟ موجود يا فندم. قول له مين؟ قول له امينه لو سمحت. ثانيه واحده يا فندم. اهلا وسهلا، ازيك يا امينه؟ عامله ايه؟ ازيك يا احمد. ازيك يا شذى؟ ازيك انت يا نجم؟ عاملين ايه؟ تمام. ما تتخيليش انا قد ايه فرحانه انك قدرت تيجي النهارده. ميرسي. يلا بقى تعالوا نخش اوضه مهندس الصوت عشان تتفرجوا عليا وانا بغني من جوه. احنا ليه بنفتكر ان الفراق بيكون نهاية وبعد منه الحياة بتقف، ده ساعات تكون اجمل بداية الحكاية دي اللي تيجي من الصدف، ولا كان في بالنا نحب تانه، قلنا واخدانا الحياة ومن حكاية لحكاية تانية، وكل واحد في اتجاه وفي أحلى صدفة ما تقابلنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فؤاد ده ايه النور والهنا اللي احنا فيها ده يا معلم؟ الله يخليك، انت عامل ايه يا فؤاد؟ كويس الحمد لله رب العالمين. انت اخبارك ايه؟ اهو الحمد لله فتحوا لي الفرن تاني واديني شغال. خير وبركه، ده خبر حلو ده. الحمد لله، بلغني اللي عملوه ولاد اخو المعلم عاده وعندكم في الفرن. يا راجل قطعوا، ربنا ينتقم منهم، انا ما اعرفش ازاي كانوا قرايب المعلم عاده والله يرحمه دول. بس بيني وبينك يا فؤاد الضربه كانت شديده عليهم وحرقتهم قوي. يقوموا يحرقوا فرن ومكان اكل عيش، في عمال فاتحين بيوتهم منه يا معلم. يلا خدوا جزائهم. وبعدين بسم الله ما شاء الله الفرن احسن من الاول كتير يا فؤاد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. استاذنك اخش المعلمه كده عشان عايزها في كلمتين. اتفضل يا معلم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا يا معلم بدوي. ازيك يا معلمه، عامله ايه؟ الحمد لله في خير وفي نعمه، نحمد ربنا ونشكره. انت زي احوالك؟ الحمد لله ماشي الحال. هو فتحوا لي الفرن بس شغال على الحصه القديمه. ليه؟ هو انت بطلت تمشي حالك مع مفيد بيه ولا ايه؟ الله، هو انت ما درتيش ولا ايه يا معلمه؟ ما درتش بايه يا معلم؟ مفيد بيه بحقه معاه دلوقتي. لا والله، امتى؟ امبارح لسه الموضوع جاي لي طازه. ده تلاقي المعلمه كيداهم دلوقتي ايه؟ هتتجنن وبتلف حوالين نفسها. هو اكيد زمان عارف طبعا. المهم انا كنت جاي لك في مصلحه كده. امرني. الله يخليك، الامر لله. بقى الفرن بتاع وهدانه ابو فريقه اللي في حلميه الزيتون بيتباع في المزاد العالمي، والفرن ده معلمه في مكان فيه شغل زي النار، وانت عارفه بقى اليومين دول الحاله ناشفه، ففكرت قلت يا الله طب ما تشوف لك شريك يخش معاك بالنص. واول ما فكرت فيك يا معلمه، وهو يبقى زيتنا في دقيقنا برضه. والله يا معلم انا لسه زي ما انت عارف بقول يا هادي يعني في السوق، والموضوع ده هيبقى كبير عليا دلوقتي. والله يا معلمه انا قلت واجب اقول لك برضه، وانت اولى من الغريب. كتر الف خيرك يا معلم، ما هو ده العشم برضه. بس انا صدقني زي ما بقول لك كده، الموضوع ده هيبقى صعب قوي عليا دلوقتي. انت ايه بس يا كيداهم اللي مزعلك في موضوع مفيد بيه ده؟ يعني ايه اللي مزعلني يا راجل؟ مش ده الراجل بتاعنا اللي بيخلص لنا امورنا في وزاره التموين؟ سيبك من الكلام الفارغ ده، خلينا نفكر في الملايين. احنا هنشتري مخزن فيه بضاعه هنكسب من وراها 6-7 مليون. يوه، يعني خلاص شفت لما تتسمى اللي تضرب في قلبها وافقت على البيع؟ هتوافق يا كيداهم، عشان المبلغ اللي هتقول عليه انا هدفعه. يا سلام، تدفعه ليه؟ عشان تقول ان احنا بريال او ضحكت علينا ولهفت في الفلوس بتاعتنا؟ تقول اللي تقوله، المهم انا وانت عارفين مين فينا ضحك على مين.
سيبك من الموضوع ده، بقول لك ايه، انت فاكر موضوع الفرن بتاع ابو فريخ؟ الواد شحته قال لي عليه. يا سلام، اهو ده اللي نفسي فيه، اهو ده اللي لوز اللوز وعالي العال. لما نشوف موضوع المخزن الاول. ونشوف موضوع المخزن ليه؟ ما نشوف ده ونشوف ده، هي قلة فلوس ولا قلة فلوس؟ وبعدين البحر يحب الزيادة يا حبيبي. كيداهم بلاش طمع، خلينا في المخزن وبعد كده ربنا يعمل اللي فيه الخير. هو انت كده دايما فقري. 3 مليون جنيه يا معلم. 3 مليون؟ الله، ده مبلغ كبير يا صوفيا. الله، المخزن انت عارفه ما يجيبش اكتر من مليون جنيه بكتير. والله ده المبلغ اللي جالي فيه. الله، هو في حد تاني عايز يشتريه ولا ايه؟ المعلم بدوي الطحان. بدوي ده شحات، هيجيب منين مبلغ زي ده؟ شوف بقى يا معلم، انا على راي المثل، اللي معهوش ما يلزموش، وانا ببيع بيع غناوة ومش فارقه معايا ان ابيعه من اساسه. ايوه بس انت كده بتستطري عليا يا وصفي. والله بين البيع والشاري يفتح الله. يعني ما نعرفش نهز المبلغ ده شويه عشان خاطري وعشان خاطر الجيره اللي بينا؟ خاطرك على راسي من فوق يا معلم، بس انت كمان ما ترضيش الخساره. كله الا الخساره، ده اسمه كلام يا معلمه. انا اشتريت. حلال عليك يا معلم، الف بركه. الله يبارك فيكي. مش نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. خلاص يا معلم. جرى يا راجل، انت اتخبلت في دماغك بقى، تخلي بنت زي دي ما تستاهلش تلات ابيض في سوق النسوان، تسكك السكه دي. جرى يا كيداه، ما انت عارفه ان احنا كده كده كسبانين. المخزن فيه بضاعه بسته مليون جنيه، ده غير تمن المخزن لو بعناه. يا راجل، حوش الملايين اللي بتتكلم فيها دي. ايه، شفت البضاعه ولا نشتري سمك في ماي؟ طب ما نشوف البضاعه بعينينا. ازاي مخفي الاسم والصوت والصوره انت؟ سيبولي الموضوع ده. ليه ناوي تعمل ايه؟ هشوف البضاعه بعيني. تشوفها بعيني؟ لو حد نارك يا كتكوت يبقى الحل ايه؟ ايوه، لو حد شافك ونتش ريشك هيبقى الحل ايه؟ ما تقلقوش يا معلمين، هو انا تلميذ ولا ايه؟ يا رب نلاقي المخدرات، يبقى ربنا بيحبنا. ايوه، بس خلي بالك يا ابني، احنا عايزين كل حاجه تمشي صح. اطمن يا معلمي، سيبها على الله. يا رب يا رب يا قادر يا كريم. عندك حق يا معلمة. اللي قول يا واد يا مخفي الاسم والصوت والصورة، في من الصنف ده كتير هناك؟ ده المخزن مطرعم يا معلمة. بس الله أكبر، 55 في وشك للبيعة تبوس. عرفت بقى إن الواد فؤاد عنده حق في كل كلمة قالها. أيوة يا أبو البنات، ما احنا كمان ما كناش هنشتري سمك في مية، كان لازم نتأكد. أهو دلوقتي ندفع فلوس واحنا حاطين في بطننا بطيخة صيفي. طبعا. اتفضلي يا مدام. مساء الخير يا استاذ سامح. اهلا 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 وسهلا. ازيك يا انسه صافية، منورة المكتب. الله يخليك. اتفضلي حضرتك. ها، ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير ونعمه. وصلك العمال اللي عملوها اولاد اخو المرحوم عدوي؟ طبعا عرفت،
دول الايه كانوا عايزيننا دافع عنهم. طبعا رفضت، مش معقول ادافع عن مجرمين. وبعدين بيني وبينك القضيه لبساهم لبساهم. احسن خدوا جزاءهم اللي يستاهلوه. بس برافو عليكي ان انت طلعتي مامنه على المحل. بسم الله ما شاء الله، انت عرفت دي كمان؟ شركه التامين لما جم يعملوا البوليسه ويتقصوا عن المحل اتصلوا بيا. معقوله؟ وعرفوا يوصلوا لك ازاي؟ انت ناسيه انك انت عشان تعملي بوليسه التامين لازم تقدمي العقد، والعقد مكتوب عليه اسم المكتب عندي. فاتصلوا بيا عشان يعرفوا اذا كان يعني المحل عليه مشاكل، خلافات، قضايا من اي نوع. انا طبعا ما رضيتش اقول لهم على الخلاف اللي بينك وبين ولاد اخو المرحوم عدوي. لاحسن شركه التامين تخاف وما ترضاش تعمل لك البوليس. كتر الف خيرك يا استاذ سامح، كل ده حصل وانا ما اعرفش. يعني ما رضيتش اشغل دماغك بالامور الهايفه دي ما دام الامور ماشيه بشكل طبيعي. المهم انا جايه لك النهارده في موضوع تاني خالص. وانا تحت امرك. انا جايه لي بيعه كويسه قوي للمخزن. والله كويس قوي، الف مبروك. الله يبارك فيك. انا عايزه حضرتك بقى تعمل لي كل الاجراءات وعقد ايه ما يخرش الميه. وانا تحت امرك، بس ما دام انت البايعه بتهيألي الحكايه مش محتاجه ضمانات قوي كده. معلش يا استاذ، انا اصلي ما بعرفش قوي في الاجراءات دي، وبيني وبينك الناس اللي انا هبيع لهم دول مقلقه منهم شويه. اه وانت هتبيعي بكام؟ 3 مليون. هاتي تبقى بيعه كويسه. طب وهتاخدي الفلوس كاش؟ اه طبعا. لا بصي بقى، نصيحتي ليكي ما دام الناس دول انت مقلقه منهم كده ما تاخديش الفلوس كاش. انت خديها حاجه اسمها شيك مقبول الدفع، وده لسببين. اولا لان الفلوس في الحاله دي هيضمنها البنك، يعني مش ممكن تبقى الفلوس مزوره او حاجه من هذا القبيل. ثانيا بقى وده المهم، مش معقول تشيلي مبلغ كبير زي ده في البيت، وانك تشيلي المبلغ ده من البنك للبيت ده يعرضك لخطر. كتر الف خيرك انك فهمتني، وانا تحت امرك في اي اتعاب تطلبها. لا ان شاء الله مش هنختلف في اي حاجه وانت تأمريني. متشكر يا استاذ سامح. لما المعلمين الكبار يتكلموا انت تسكت خالص. يبقى البت دي لبستني السلطانيه. لا عن لا حول ولا قوه الا بالله. هو في حاجه؟ بتقول ايه؟ وانت مالك انت يا واد؟ انت كده بتحرجني. مصيبه وحطت على دماغنا. ده فضل ورضا من عند ربنا. ده في المشمش. ايه ده؟ اوه كله كده بقى تمام. دي تفوت حليمه برضه. ويبقى ساعتها بقى ضربنا عصفورين بحجر.